تعرضنا من الشركة ديال بيم بزاف ديال الامور تاع السوفية، بينها تنقيلات خارج مدينة الدار البيضاء اللي كنتاميو لها حنا، وكاينين دراري اللي تعرضوا للطرد، الطرد تاع السوفي من غير سبب، السبب هو الانتماء للنقابة. استغلوا اليوم العالمي للطبقة الشغيلة باش نطالبوا بحقوق ديالنا، وبغينا هاد الناس يريحوا يهضروا معنا يديروا معنا شي حل، حيت هاد الممارسات ما غير مقبولة. حنا عندنا مسؤوليات، حنا نقلونا وما عوضوناش. الأخ زكريا بغى غير الأوراق ديالو، ما بغوش يعطيهم ليه. الشركة بزاف خارجة على قانون الشغل، الساعات الإضافية ما كتخلصوش عليها، كاين زعما ممارسات من المسؤولين المباشرين، يعني كاين بزاف الحوايج، كاين ضغوطات كنتعرضوا لهم. وبالنسبه لي انا ريسبونسابل المغازه، خصني نبقى في لانفونتير نبقى حتى لجوج الليل وما غنتخلصش عليها. يعني انا نورمال متسعود المغازه كتسد، انا نقدر نبقى حتى لجوج الليل الا تعرضت شي خطر، ما كيتحملوش مسؤوليه. حنا كنطالبوا فقط انهم يرجعوا لنا دابا حدا الدراري اللي افيكطاهم، بغينا غير نرجعوا للمدن ديالنا. والدراري اللي توقفوا، علاش توقفوا؟ عطاو شي سبب، حيت ما كاين حتى شي سبب. الخيرات في النقابه راه حق دستوري، وهاد الناس هادو ما بغاوش النقابه تاسس، خاص الدراري يرجعوهم لي بوز ديالهم حيت هما عندهم مسؤوليات. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.